بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، انطلقت فعاليات مؤتمر الخليج الثالث للأمراض الباطنية والذي نظمته جامعة الخليج العربي بمشاركة عدد من المختصين في طب الأمراض الباطنية من مختلف دول العالم على مدى 3 أيام. ومن جانبه أكد الدكتور سعد بن سعود الفهيد رئيس جامعة الخليج العربي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي انسجاما مع فلسفة جامعة الخليج العربي وفي سياق الأهداف التي تبنتها الجامعة منذ تأسيسها، ممثلة في بحث ومعالجة القضايا التي تواجه مجتمع الخليج العربي بما فيها القضايا الصحية. نخبة خليجية وعالمية من الكفاءات الطبية المتخصصة في الطب الباطني وأفرعه المختلفة تجتمع في البحرين لتطرح أبحاثها النوعية في هذا المجال وتستعرضها ضمن 11 جلسة متخصصة ستقام على مدى 3 أيام. المؤتمرات العلمية في هذه مهمة جدا حتى إطلاع الناس على كل ما يتطور من الطب وكل ما الشؤون المهمة فيه، وجامعة الخليج حريصة أن تنظم هذه المؤتمرات سنويا على الأقل على أساس أن يكون فيه دائما تتابع لهذا الموضوع. وطبعا الأطباء دائما في تتابع مباشر لكل ما يستجد عن طريق النشر، عن طريق المجلات، عن طريق لكن هذه المؤتمرات تركز على الأشياء المهمة في التطورات العلمية اللي صايرة، فتخلي الواحد ينتبه إلى أشياء يدبر فيها ويشتغل عليها. المؤتمر سوف يعقد على مدى 3 أيام، يشمل 11 جلسة لتشمل معظم فروع الأمراض الباطنية، بالإضافة إلى 3 ورش عمل تتعلق بالتخطيط القلب والقراءة تخطيط القلب، الأشعة واستخدامها في الأمراض الباطنية، وموضوع هام آخر هو التغذية في جميع أمراض الباطنية. استضفنا في المؤتمر هذا العام 15 متحدث من دول العالم، إضافة طبعا إلى 27 متحدث من مملكة البحرين. زي ما ذكرت هنغطي معظم فروع الأمراض الباطنية. تظاهرة طبية تضم نخبة من الاستشاريين والخبراء في الأمراض الباطنية يحتضنها مؤتمر الخليج للأمراض الباطنية في نسخته الثالثة، تسلط الضوء على آلية توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع الطبي وإيجاد علاج نوعي في المنطقة. اللي اهتم بكل الجسم، فبالتالي أقسامه متفرعة والتطورات اللي فيه جدا كبيرة طوال الوقت، وعلشان كذا وجود هذه المؤتمرات بهذا المستوى العالمي يخلي كل الخبرات تيجي تنقلها لجميع الأطباء علشان يكون عندهم أحدث المعلومات اللي يقدروا ينقذوا بها حياة الإنسان ويقدموا له أفضل خدمة. فبالتالي يبغالك إنك تتعرف عليها، بالإضافة إلى أن هذه كثير من الأدوية تحافظ على سلامة القلب وسلامة الكلى وأشياء كثيرة جدا متعلقة بجسم الإنسان. لكن الذكاء الاصطناعي أنا أكدت عليه في محاضرتي، هو واقع، هو حقيقة. كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي على عقد المؤتمرات المتميزة التي تخدم المنطقة الخليج العربي وخصوصاً مملكة البحرين. بيشارك في المؤتمر العديد من المدعوين من الخبراء في الطب الباطني وأطباء من مملكة البحرين والخليج العربي، بالإضافة إلى طلابنا. بيهدف طبعا المؤتمر لدعم ومعرفة الطلاب للجديد في الطب، خصوصا في الطب الباطني وفروعه المختلفة. 35 ورقة علمية وبحثية في المؤتمر و3 ورش عمل متخصصة تقدم الفرصة للكوادر الطبية وطلبة الطب للتعرف على أكثر الأمراض الباطنية شيوعاً بين مجتمع الخليج العربي والطرق المثلى والحديثة في علاجها ورفع جودة الخدمات التي يقدمها هذا القطاع. على مدار 3 أيام يطرح المؤتمر العديد من المواضيع الجوهرية يقدمها عدد من المتحدثين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية متنوعة تسلط الضوء على آخر التطورات الطبية وآخر ما توصل إليه العلم في علاج الأمراض الباطنية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.